اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم رنا مسعود، فرقة تالتة. هنتكلم ان شاء الله النهاردة مع بعض عن مراجعة بسيطة خالص خالص عن كل الديدان اللي من عيلة النيماتود. كل الديدان اللي من عيلة النيماتود، وانا مالي مكبرة الموضوع كده ليه؟ ده هما كلهم على بعض ست دودات. شايفاك يا اللي عمال تقول هما ست دودات شوية، بس ان شاء الله يكونوا بسيط خالص وسهلين. هنأكد على الكلام المهم، وكمان هنحاول ان احنا نشبه كل واحده كده بحاجه معينه بحيث ان احنا نفتكرها ان شاء الله في الامتحان بسهوله. السلايد دي بس هنسيبها شويه علشان هي مجمعه ليهم كلهم، هنرجع لها تاني لما نخلصهم ان شاء الله. اول دوده معانا اللي هي الاسكاريز لامبريكويد. فاكرين الاسكاريز ديت احنا كنا شبهناها ايه في الشرح؟ تعبان البطن، لانها كانت طويله جدا بتوصل 60 سنتي. تمام، يبقى الاسكاريز اول ما يجي لنا سؤال عليها في الامتحان نفتكر كده ان هي كانت ايه؟ تعبان البطن. خلاص، طيب هي طولها قد ايه؟ زي ما اتفقنا طولها بيوصل ل 30 سنتي، وبتبقى لونها وايتش، يعني هي وايتش نيماتود تعبان ابيض طوله بيوصل ل 30 سنتي. تمام، طيب بيقول لك كمان ان الادلت بتاعها بيكون الماوس فيه حوالي 3 لبس. تمام، الثلاث شفايف كده متجمعين حوالين بعض في قلب الماوس. خلاص، يبقى الادلت قلنا ان هي تعبان ابيض طويل بيوصل ل 30 سنتي، والماوس بتاعها فيه 3 لبس. تمام، طيب بالنسبه للايج بقى احنا عندنا فيها 3 انواع. تمام، او يعني نوعين، والثالث ده هنجيبه كده من النوعين التانيين. تمام، النوعين اللي هم ايه؟ فيرتلايزد وانفيرتلايزد ايج، والاسم موضح كل حاجه. الفيرتلايزد معناها ان الايج دي جايه نتيجه فيرتلايزيشن حصل ما بين الميل والفيميل. تمام، وجينا وصفناها قلنا ان هي كان عندها سيك شيل، القشره بتاعتها كانت تخينه، وكمان كانت ماميليتد يعني كده مزجزجه كده شويه، وكانت انسيجمنتد لان هي بتكون الميل والفيميل لسه يعني الفيميل لسه بيضاها دلوقتي، فبالتالي هي بتكون لسه اماتيور ولسه ما نضجتش يعني، فبالتالي هي بتكون انسيجمنتد يعني كتله واحده. خلاص، طيب وزي ما اتفقنا هي بتكون عندها براونش سيكشل، القشره بتاعتها بتكون لونها براون بنيه، وكمان بتكون تخينه شويه. خلاص، طيب بالنسبه بقى للانفيرتلايزد، من اسمها معناها ان هي جايه نتيجه ان الفيميل هي لوحدها كده اللي منزليها من غير فيرتلايزيشن، من غير ميل، من غير اي حاجه خالص، الفيميل لوحدها هي اللي نزلتها. تمام، وقلنا كمان ان الشيل بتاعها بيكون ارفع او بتكون سن شويه مش زي الفيرتلايزد. خلاص، طيب ايه كمان؟ انها بتكون لسه ماميليتد، يعني الماميليشنز او الزجزاج اللي عليها بيكون اقل شويه من اللي هي الفيرتلايزد. خلاص، طيب قلنا كمان ان هي بقى كمحتوى من جوه البيضه بيكون جواها ايه؟ هي بتكون سيجمنت برضو واحده كده زي الفيرتلايزد، لا بتبقى جواها حبيبات كده سميناها ايه؟ سميناها ريفراكتايل جرانيولز. تمام، يبقى احنا كده فرقنا ما بين الفيرتلايزد والانفيرتلايزد. قلنا الفيرتلايزد من اسمها جايه نتيجه فيرتلايزيشن، انما الانفيرتلايزد لا، بتكون الفيميل لوحدها كده هي اللي منزلاها. تمام، كمان قلنا ان الفيرتلايزد بتكون unsegmented، يعني الكونتنت اللي جوه الايج بيكون كتله واحده كده. تمام، لانها بتكون لسه ماتيور، لكن الانفيرتلايزد بتكون جواها حبيبات كده، فاكرين الكور الصفراء لو تفتكروها كده من الداتا في الشرح، كانت عباره عن كور صفراء كده كتير موجوده جوه الايج، سميناها ريفراكتايل جرانيولز. طب بالنسبه للشيل في الفيرتلايزد كانت ايه؟ كانت سيكشن، القشره كانت تخينه شويه وكان لونها براونش، لكن في الانفيرتلايزد لا، كانت سينشيل، القشرة كانت رفيعة جدا. خلاص، طيب ايه كمان عندنا؟ الماميليشنز. الماميليشنز في الفيرتلايزد ايج كانت واضحة جدا، كانت كتير، انما في الانفيرتلايزد لا، كانت لسه ماميليتد. خلاص، طيب ايه هو النوع الثالث بقى من الايجز اللي احنا بنتكلم عنه؟ اللي هو الدي كورتيكيتد ايج، وده برضو من اسمه باين، دي يعني نو يعني مش موجود، وكورتيكيتد جاي من كورتكس، يعني معناه ايه؟ معناه ان الكورتكس مش موجوده، فبالتالي الدي كورتيكيتد ايج دي هي عباره عن فيرتلايزد او انفيرتلايزد ايج فقدت الماميليتد لير بتاعتها. خلاص، طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمورفولوجي. قبل ما ناخد الباثولوجي عايزين بس كده نفتكر الحدوته بتاعه الاسكاريز علشان نعرف هي هتاثر فين، والكلينيكال بيكتشر هتظهر على الانسان ازاي، وهتسبب امراض ازاي. تمام، بالنسبه للحدوته بتاعتها بنبدأ ان احنا كان عندنا ادلت ميل وفيميل موجودين في السمول انتستن، حصل بينهم فيرتلايزيشن عشان يدوني فيرتلايزد ايج. الفيرتلايزد ايج دي هتبدا ان هي تكبر شويه علشان تدينا تو سيل ستيج. تمام، التو سيل ستيج هتبدا تكبر اكتر
عشان تدينا first stage larva، والfirst stage larva تدينا second stage larva اللي هي كانت الinfective stage أو الطور المعدي اللي هتسبب الinfection. السكند ستيج لارفا دي بقى كانت موجوده على ميه ملوثه او على اكل ملوث، جه الانسان يتعامل معاها وعمل لها انجيشن، فنزلت على السمول انتستين وعملت هاتش وخرجت اللارفا. خلاص اللارفا دي بدل ما تفضل قاعده كده هاديه ومستكينه كده في السمول انتستين، قالت لك لا انا عايز اعمل رحله واكتشف الانسان. هتبدا ان هي تخرم السمول انتستين او تخرم الجدار بتاعها يعني، وتمشي في السيركيوليشن عشان تروح على اللنج، تقضي كده رحلتها في اللنج وتقعد فيها شويه، وبعد كده تقول لك ايه لا خلاص بقى انا عايزه ارجع بيتي تاني واروح السمول انتستين تاني. خلاص تعمل بقى بيرفوريشن للالفيولاي والبرونكاي فارينكس لارينكس، توصل تاني ايه للسمول انتستين، ويبقى عندي ادلت ميل وفيميل مره تاني في السمول انتستين، وتستمر السايكل. تمام، من هنا عايزين نطلع بقى الباثولوجي او التاثير المرضي بتاع الدوده دي. والله هو هيبقى موجود في الاماكن اللي الدوده زارتها. هي راحت فين؟ هي راحت لللنج وراحت على السمول انتستين، صح ولا ايه؟ يبقى احنا عندنا الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر هيبقوا موجودين في المكانين دول. اذا يبقى انا عندي ايه؟ عندي بالمونري افكت وانتستينال افكت. بالنسبه للبالمونري افكت، انا عندي دلوقتي لارفا كده عماله تتحرك وتتفسح في الـ في في الـ في اللنج، وعماله ايه واخده راحتها قوي. هل الجهاز المناعي هيسيبها كده؟ لا، ولا هينيشيت اميون ريسبونس؟ لا، هيكون ضدها رد فعل مناعي. تمام، يبقى اذا اول حاجه بالنسبه للباثولوجي هو البلمونري افكت، ان هي تبقى موجوده وعماله تتفسح كده في اللنج، جهاز المناعي مش هيسيبها في حالها وينيشيت اميون ريسبونس ضدها. تمام، طب بالنسبه للكلينيكال بيكتشر اللي هتنتج او اللي هتظهر على الانسان نتيجة البلمونري افكت ده، اولا هيبدأ عنده مثلا شوية ايه؟ شوية كافينج، عنده شوية كحة، ويزس اللي هو صدره بيزيق كده، في صوت كده هو بياخد نفسه، ديزنيا اللي هو نهجان يعني برضو مش عارف ان هو يتنفس كويس. تمام، وكمان عندنا ايزينوفيليا. طب اشمعنى ايزينوفيليا؟ لانها بارازيتك انفكشن، وهي عمالة ماشية في السيركيوليشن وراحت على اللنج وعمالة تتفسح، فهي الجهاز المناعي شايفها فهيعلي الايزينوفيل سيلز، لانها هي اللي بتزيد في حاله البارازيتك انفكشن. طب بالنسبه للاعراض دي كلها كده متجمعه مع بعض، اللي هي الايه؟ اللي هي الايزينوفيليا والكاف والويزس والديزنيا والكلام ده كله، بنسميها مع بعض لوفلرز سيندروم. تمام، يعني ايه لوفلرز سيندروم؟ يعني الاعراض اللي هي بتاعه اللنج اللي هي الكاف والويزس والديزنيا والكلام ده كله مع الايزينوفيليا. تمام كده بالنسبه لايه؟ للبلمونري افكت. بالنسبه بقى للانتستينال افكت، اولا لو هي كان لايت انفكشن والموضوع بسيط كده وبس، يعني عدد بسيط جدا من الاسكاريس هو اللي موجود، ممكن تبقى اسيمتوماتيك وما تعملش مشاكل. تمام، ولكن لو حتى يعني الموضوع سيء شويه، ممكن انها تعمل شويه ابدومينال بين، فوميتنج، نوزيا، انوريكزيا، الحاجات دي كلها. تمام، ممكن كمان على فكره ان هي تعمل ارتكاريا والرجي نتيجه الاميون ريسبونس اللي هتنشا ضدها. خلاص، طيب لو بقى الموضوع كبير والديدان دي موجوده بعدد مهول جوه الانتستين، وكمان بطولها المهول اللي احنا بنتكلم فيه بنوصل ل 30 سنتي ويمكن اكتر كمان، لا الموضوع هيختلف، مش هتبقى بقى مجرد شويه كحه على شويه نوزيا وفوميتنج في الانتستين وخلاص، لا الموضوع هيختلف. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كومبليكيشن، ممكن العدد الكبير والاطوال المهوله بتاعت الديدان دي تعمل انتستينال اوبستراكشن، تسد اصلا الامعاء. تمام، وقلنا كمان ان هي عباره عن الدوده دي عباره عن تعبان عمال يتحرك بحريه ومش ماسك في الميكوزا ولا اي حاجه، فعمال يطلع من هنا يدخل على هنا، ممكن ان هو اصلا يروح على البيلاري دكت ويروح على الليفر يعمل فيها هيباتايتس اللي هي انفلاميشن في نسيج الليفر نفسه، او كمان ان هو يروح على الابندكس يعمل فيها ابندسايتس، يعني على حسب المكان اللي هو يروح فيه، ما هو عمال يتحرك بحريه مش ماسك في الميكوزا. تمام، طيب المايجريشن اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي، وهو عمال يتحرك ويسافر ويروح ويجي وبراحته. تمام، في حاجات بتعمل ستيميوليشن للمايجريشن ده؟ ايوه طبعا. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه عندك الفيفر، لو الانسان حرارته عليت ده بيسهل او بيساعد الدوده ان هي تعمل مايجريشن اكتر. تمام، او بيستيميوليت البارازايت ان هو يعمل مايجريشن. مش بس كده، ده كمان الدراجز، يعني لو هو مثلا الشخص مريض عنده الاسكاريس دي في معدته وهو خد الدواء بتاعها، الاسكاريس زي ما يكون بتحس بخطر، بتحس ايه ده هو اخد دواء وهيموتني، لا اما الحق اروح يعني استخبى منه في اي حته كده. تمام، فده يعني بيحفز او بيعمل ستيميوليت للمايجريشن. خلاص، يبقى المايجريشن دي بتزيد بايه؟ بتزيد بالدراجز، بتزيد بالفيفر، وبتزيد بالانستيزيا كمان. تمام،
مش بس كده، ده مع الاطفال كمان اللي هم اقل من 5 سنين بيحصل معاهم مين نيوتريشن او نيوتريشنال امبيرمنت، يعني هي بتبدا تاكل اكلهم وكمان بيخسوا جدا. تمام. طيب بالنسبه بقى للدايجنوزس بتاعها هعمل ايه؟ هعمل اولا ستول اكزامينيشن، ممكن انا اشوف ايه، هشوف الايج وممكن انا اشوف الادلت كمان. ليه هشوف الادلت؟ لان زي ما قلت لك هي عباره عن تعبان عمال يتحرك بحريه وعمال مش ماسك في الميكوزا، فايه اللي يمنعه ان هو ممكن ينزل اصلا في الفيسز؟ تمام. فانا ممكن اشوف ايه في الـ في الـ في الستول اكزامينيشن، ممكن اشوف الايج تمام او اشوف الادلت. طيب ايه كمان؟ لو انا عملت سبيوتم اناليسس ممكن ان انا اشوف اللارفا، لان لو تفتكروا اللارفا هي اللي كانت مشيت في السيركيوليشن وعملت الرحله اللي احنا قعدنا نتكلم فيها وراحت لللانج والكلام ده كله، اللارفا مش الادلت. تمام. فانا لما اعمل سبيوتم اناليسس هشوف اللارفا. خلاص. مش بس كده، انا لو صورت او عملت سونار يعني للبيشنت ممكن ان انا اشوف الادلت على حسب بقى هي موجوده فين. طيب ايه كمان؟ الايزينوفيليا. الايزينوفيليا من الحاجات اللي بتشخص، اي نعم هي مش سبيسيفيك لحاجه معينه ولكن هي بتشخص ان في بارازيتيك انفكشن. تمام. والايزينوفيليا بتعلى لما الدوده تكون في السيركيوليشن، يعني طول ما البارازايت موجود في الانتستين ما تلاقيش ان الايزينوفيليا عاليه لان جهاز المناعه مش شايفها، مش بتبدا تعلى او تظهر الا لما الدوده تبقى ماشيه في السيركيوليشن، لان هي كده جهاز المناعه كشفها وشايفها خلاص، فتبدا الايزينوفيليا تعلى. خلاص كده احنا تقريبا خلصنا كل حاجة عن الاسكارس، اتكلمنا عنها واكدنا على الكلام اللي فيها، وهندخل على الدودة اللي بعد كده. تعالوا بقى لما نشوف تاني دودة معانا اللي هي ترايكورس ترايكورا، او ليها اسم تاني اسمها الويب وورم. تمام. ويب وورم يعني ايه؟ يعني الدودة اللي شبه الكرباج. ليه سميناها كده؟ هنعرف كده دلوقتي. بالنسبة للأدلت بتاعتها هي بتكون الانتيرير اند بتاعتها بتكون رفيعة سن، وبتكون شبه الويب لايك او شبه الكرباك، عشان كده سميناها ايه؟ سميناها ويب وورم. خلاص. ده بالنسبة للانتيرير اند. يبقى الانتيرير اند هي بتكون رفيعة وبتكون شبه الكرباك. تمام. ولكن البوستيرير اند بتاعتها بتكون سك. خلاص. والبوستيرير اند بتاعت الميل بتختلف عن الفيميل، زي ما احنا متعودين الفيميل التيل بتاعها او البوستيرير اند بتاعتها بتكون ايه؟ ستريت، ما فيهاش انحناء ولا اي حاجه. تمام. ولكن بتاعه الميل لا، بتكون كيرفد. خلاص. يبقى اذا البوستيرير اند بتاعه الميل والفيميل الاثنين بيكونوا سك. تمام. ما عنديش اي مشكله، ولكن في اختلاف في الشكل. بتاعه الفيميل بتكون ستريت، بتكون يعني ما فيهاش انحناء ولا اي حاجه، ولكن بتاعه الميل بتكون ايه؟ كيرفد شويه. تمام. ومش بس كده، ده الميل بتاع ترايكورس ترايكورا بيكون البوستيرير اند بتاعته عامله 360 درجه، يعني لفه كده على نفسها 360 درجه. تمام. طيب بالنسبه ده بالنسبه للادلت. الايج بقى بتاعتها بتكون اوفال. تمام. بتحتوي على اماتيور، او هي بتكون يعني اماتيور ايج، وبتكون شكلها بارل شيب او شبه البرميل، وبيبقى عندها حاجه بقى مهمه جدا اللي هي تو او باي لاترال بلج، يعني بيبقى فيها حتتين مدورين كده من عند ايه؟ كل يمه. انا هشيل بس اللي انا عملته ده عشان تشوفوه. تمام. يبقى بالنسبه للايج قلنا ان هي بتكون اوفال وبتبقى اماتيور اول ما اوقات الاوفي بوزيشن، اول ما الفيميل يعني بتنزلها، وبتكون بارل شيب شكلها شبه البرميل، وبيبقى عندها باي بولر بلج. يعني باي بولر يعني ايه؟ يعني عند الاقطاب، يعني هنا ده قطب في حته مدوره، ودي قطب برضو في حته مدوره. تمام. باي بولر بلج. خلاص. ده بالنسبه للمورفولوجي بتاعها. قبل ما نتكلم عن الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر، تعالوا ما نحكي الحدوته بتاعتها. هي طبعا تستاينال نيماتود، فبالتالي هي عندها الميل والفيميل مفصولين عن بعض، ده اورجانيزم وده اورجانيزم. فانا كان عندي الحكايه بتبدا من عند ادلت ميل وفيميل موجودين في اللارج انتستين. تمام. حصل بينهم فيرتلايزيشن ونزلوا لي الايج. الايج ات الاوفي بوزيشن بتكون ايه؟ اماتيور. الايج دي نزلت مع الفيسز وفضلت في التربه شويه لحد ما اتحولت لامبريونيتد ايج او بقت ماتيور ايج. تمام. وجه الانسان عمل لها انجيشن في اي حاجه بقى، كونتامينيتد فود او بوليوتد ووتر، اي حاجه بقى. تمام. والامبريونيتد ايج دي دخلت تاني جوه جسم الانسان عن طريق الانجيشن، ووصلت للارج انتستين، اتحولت تاني لادلت ميل وفيميل، وتستمر اللايف سايكل. تمام. دي كده الحدوته بتاعه الترايكورس ترايكورا. طيب انا وانا بحكي الحدوته دي قلت فيه رحله اللارفا ولا حتى الادلت عملتها ولا حاجه؟ لا، ما جبت سيره ان الدوده دي اتعملت رحله، يعني هي ولا زي الاسكاريز ولا زي الانكليستوم. تمام. فبالتالي هلاقي ان هي الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر بتاعها هلاقي ان هو محصور بس في الانتستين. تمام. مش هيبقى في اي حته ثانيه. تمام. طيب
بالنسبة بقى للباثولوجي بتاعها، لما نيجي نشوف الادلت اللي هي عايشة في اللارج انتستين دي، هنلاقي ان هي بتعمل امبيدد او بتعمل بتخرم الجدار بتاع اللارج انتستين بالانتيريور اند بتاعتها اللي هي الرفيعة، لو تفتكروا ليه كانت شبه ايه، شبه الويب لايك، شبه الكرباك، تمام. وبيفضل الستيك بارت بتاعها او البوستيريور اند بقى بتاعتها موجودة فين؟ موجودة في الليومن. يبقى هي بتثبت نفسها في الميكوزا بتاعت اللارج انتستين عن طريق الانتيريور اند ولا البوستيريور اند؟ لا، عن طريق الانتيريور اند اللي هي الويب لايك، تمام. طيب هي لما تحشر نفسها كده في الميكوزا، بناء عليها تبدا تعمل ديستراكشن في الميكوزا دي وتكسرها، وجاست ان هي وصلت للميكوزا كده هي راحت للسيركيوليشن بتاع البلد، فيبدا جهاز المناعي يشوفها ويطلع لها خلايا المناعيه بتاعته اللي هي الايزينوفيليا والليوكوسايتس والبلازما سيل بتاعته عشان تهاجمها، تمام. طيب كمان لما هي تعمل تحشر نفسها كده في الميكوزا، مش بس هتعمل اتروفي وديستراكشن في الميكوزا، ده هتعمل كمان بليدنج، والبليدنج يعني بلاد لوس، تمام. البلاد لوس ده هيبدا ان هو يعمل ايه؟ يعمل انيميا، هايبوكروميك انيميا. يعني ايه هايبوكروميك انيميا؟ يعني الهيموجلوبين قليل في الار بي سيز، خلاص. طيب مش بس كده، ده هتحصل حاجه مميزه جدا جدا تقريبا مش هنقولها غير في ترايكورا، وهي الريكتال تريسموس. يعني ايه الريكتال تريسموس؟ يعني سنسيشن بانكمبليت ديفيكيشن، تمام. يعني الشخص يبقى في الحمام وحاسس ان هو لسه في ديفيكيشن تاني، تمام، بس هو يعني ايه، هو بس جاست احساس، متفاهمين ازاي؟ سنسيشن اوف انكمبليت ديفيكيشن، هو لسه ما كملش، خلاص. نتيجه بقى الاحساس ده الشخص وحاسس ان هو لسه يعني لسه ما خلص، فبالتالي هيبدا ان هو يعمل ايه؟ استريننج، تمام، كتير. الاسترينينج كتير ده هيبدا ان هو يدخل الشخص في حاجه اسمها ريكتال برولابس. يعني ايه ريكتال برولابس؟ هيبدا ال المستقيم، انا عماله افتكر اسمه بالعربي، اللي هو الريكتم، يعني يطلع بره الانس، خلاص، ده بنسميه ريكتال برولابس، خلاص. طيب كمان ممكن يحصل ابندسايتس، لان الادلت ديت لما بتبدا ان هي تثبت نفسها في الميكوزا، باكتر مكان بتحب تقعد فيه هو السيكم، والسيكم ده قريب جدا من الابندكس، فممكن ان هي يعني ايه تطولها الانفكشن ويحصل فيها ابندسايتس، تمام، في حاله السيفير انفكشن وكده، تمام. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر قلنا بيحصل ايه؟ بيحصل انيميا وبيحصل ديزنتري. ديزنتري اللي هي التعنيه، يعني ايه؟ يعني بينزل مع الفيسز او الاستول ميوكس وار بي سيز وايت بي سيز والحاجات دي، تمام، ده معناه ديزنتري، خلاص. ده كده بالنسبه للباثولوجي والكلينيكال بيكتشر. قبل ما نشوف الدايجنوزس، انا برضو عايزه اكد على الايتيمز بتاعه اللايف سايكل، تمام. اولا احنا عندنا مين الديفينيتيف هوست، مين العائل الاساسي والوحيد اللي احنا حكيناه في اللايف سايكل بتاعنا؟ هو الانسان، خلاص. طيب مين الانفكتيف ستيج، او مين التور المعدي اللي عمل الانفكشن؟ فاكرين العدوى جت لما الانسان عمل انجشن لحاجه كونتامينيتد بايه؟ ايوه، برافو عليكم، بالامبريونيتد ايج، تمام، او الماتيور ايج، تمام. طيب لازم تقولوا امبريونيتد ايج، ماشي، لان الدايجنوستيك ستيج هي الاماتيور ايج، او اللي هي نزلت في الفيسس خالص في البدايه دي، تمام. يبقى الدايجنوستيك ستيج هي الاماتيور ايج، ولكن الانفكتيف ستيج هي الامبريونيتد ايج، خلاص. طيب ايه هو المود اوف انفكشن؟ ازاي العدوى اصلا حصلت، او ازاي وصلت للانسان؟ وصلت للانسان عن طريق الانجيشن، لما هو اكل حاجه ملوثه بالامبريونيتد ايج، تمام، او مثلا بوليوتد ووتر او اي حاجه، تمام. طيب مين هو الهابيتات، او الاورجان اللي بتعيش جواه الادلت؟ هو اللارج انتستين، اكتر بايه؟ اكتر حته بتقعد فيها هي السيكم، تمام. طيب بالنسبه بقى للدايجنوستس، احنا هنشخص ازاي؟ عادي جدا، هنعمل ستول اكزامينيشن، هنلاقي ايه؟ هنلاقي فيه الايج، وممكن على فكره نشوف الادلت، ولكن ده رير، يعني مش دايما، تمام، ولكن الاساسي ان احنا نعمل ستول اكزامينيشن، تمام، علشان نشوف ايه الايج. في طريقه تانية للدايجنوستس، ايوه، اللي هي بروكتوسكوب. بروكتوسكوب ده عباره عن ايه؟ عباره عن، فاكرين لما قلنا ان من ضمن الكلينيكال بيكتشر ان بيحصل ريكتال برولابس، اللي هو الريكتم بيخرج بره الانس، تمام. في الحاله دي احنا بنفحص الميكوزا بتاعه الريكتم اللي خرجت بره الانس دي، هنلاقي فيها الادلت، مش هنلاقي بقى ايج ولا حاجه، لا، هنشوف الادلت بتاع ترايكور، تمام. ده بالنسبه للدايجنوستس. بالنسبه للتريتمنت، هو عادي جدا، ميبندازول، تمام. ده كان عن ترايكور. لو عايزين تسكموها بحاجه، انا بصراحه قعدت شويه كده عشان اعرف احاول ان انا اشبهها بحاجه، بس يعني ايه، طلعت بحاجه هبله جدا، لو ما استفدتوش منها يعني ولا كاني قلت حاجه خالص. هي اسمها ايه؟ هي اسمها ترايكورا، فتحسوا كده ان في اسمها كوره، تمام. فاحنا هنثبتها كده على كام حاجه فيها من الصفات بتاعتها، فيها حاجه شبه الكوره كده شويه. اولا البوستيريور اند بتاعه الميل، احنا قلنا ان هي بتكون ايه؟
ان هي بتكون لفة 360 درجة. 360 درجة دي يعني لفة كاملة، فشبه الكورة شوية. تمام، يبقى ترايكورس ترايكورة هتلاقي البوستيرور اند بتاعت الميل بتكون لفة 360 درجة. تمام. طيب بالنسبة للإج، الإج احنا قلنا عندها حاجة اسمها بايبولار بلب، اللي هي ايه، حاجة كده بتكون مدورة عند كل قطب. تمام، مدورة يعني شبه الكورة. تمام، فبرضو الإج بتاعت ترايكورس ترايكورة تلاقوا ان هي عندها ايه، عندها بايبولار بلب. تمام. طيب ايه كمان شبه الكوره، احنا قلنا ان الهابيتات بتاعها ايه، اللارج انتستين. لو تفتكروا كده في اي صوره اللارج انتستين بنلاقي ان فيها ايه، بتترسم على هيئه تحززات كده. التحززات دي احنا هنعتبرها كوره، طبعا هي مش كوره بس احنا هنقولها كده عشان ايه، نمشيها مع السكيما يعني. تمام، فنعتبر ان التحززات دي ايه، كوره خلاص. فاذا الترايكورس ترايكوره ده هي فيها، في اسمها فيها حاجه فيها كوره صح. طيب يبقى اذا الهابيتات بتاعتها مش سمول انتستين اللي هي بتبقى عامله كده عادي كده وما فيهاش كوره ولا حاجه، لا ده هي اللارج انتستين اللي فيها تحززات شبه الكوره. تمام، انا يعني والله بحاول بس ان انا الاقي اي حاجه، بس ان شاء الله يعني تظبط. تمام. طيب في بقى حاجه مميزه اللي احنا قلناها مش هنسمعها الا في الترايكورس ترايكوره، ما ينفعش ان احنا نسيب السكيما كده من غير ما نقولها فيها، اللي هي ايه، اللي هي تريسمس. تريسمس يعني ايه، قلنا معناها اللي هو سنسيشن اوف انكومبليت ديفيكيشن. تمام، تريسموس دي تحسوا ان هي شبه التنس. تمام، فاحنا هنسكم الترايكورس ترايكورة كلها كرة التنس. تمام، التنس ديت كأنها ايه، كأنها تريسموس. تمام، تفكرنا بان الحاجة المميزة الوحيدة في الترايكورس ترايكورة هي التريسموس، اللي احنا مش هنقول اصلا، مش هنقول تريسموس غير هنا. تمام، التريسموس ده اللي هو ايه، انكمبليت او سنسيشن انكمبليت ديفيكيشن. تمام، فاحنا هنسكم كده الترايكورس ترايكورة بيننا وبين بعض ان هي ايه، كرة التنس خلاص. بس تعالوا بقى لما نشوف تالت دودة معانا، اللي هي توكسيكارا كاتي وتوكسيكارا كاني. من اسمها توكسيكارا كاتي دي بتيجي في القطط، وتوكسيكارا كاني بتيجي في الكلاب. تمام، طيب هي بتكون ويرلد وايد لان القطط والكلاب موجودين في كل حتة في العالم. بالنسبة للمورفولوجي بتاعها هي زي الاسكارس بالظبط، فمش هنعيد بقى تاني عشان بقى ايه الفيديو ما يزيدش معانا. تمام، ده بالنسبة للمورفولوجي بتاعها، يبقى هي شبه الاسكارس. قبل ما نتكلم عن الباثولوجي وكلام كالبيكتشر، تعالوا نشوف الحدوته بتاعتها. احنا قلنا ان احنا كان عندنا ادلت ميل وفيميل موجودين في السمول انتستين بتاعه الكات لو هي توكسيكارا كاتي، او موجودين في السمول انتستين بتاعه الدوج لو هي توكسيكارا كاني خلاص. الادلت ميل وفيميل دول حصل بينهم فيرتلايزيشن ونزلوا لي الايج. الايج دي نزلت في الفيسز بتكون اماتيور او لسه يعني مش انفكتيف. تمام، بتفضل في السويل شويه حوالي اسبوعين علشان تتحول من اماتيور ايج لماتيور ايج او امبريونيتد ايج. تمام، الايج دي ممكن الكات او الدوج يعمل لها انجيشن مره تانية وتدخل جوه جسمه مره تانية وتتحول تاني، يعني يحصل لها هاتش والرابتيتي فورم لارفا اللي جواها تبدا ان هي تتحول لادلت وتستمر اللايف سايكل في قلب الدوج والكات بعيد عن الانسان خالص. تمام، ده في حاله ايه، في حاله لو الدوج او الكات عمل لها انجيشن للامبريونيتد ايج دي، عملها انجيشن مره تانية وعملت هاتش جوه جسمه. تمام، طيب لحد دلوقتي ما جبت سيره المان، المان امتى يبقى جزء من اللايف سايكل بتاعتها؟ لما يجي طفل مثلا بيلعب في التراب، او اكل حاجه مش نظيفه، او شرب ميه مثلا بوليوتد، الكلام ده كله كانت ملوثه بالامبريونيتد ايج دي، فالايج دي دخلت جوه جسم الانسان ووصلت للسمول انتستين وحصل لها هاتش. تمام، وخرجت الرابتيتي فورم لارفا. بس خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، الايج دي لو دخلت جوه جسم الانسان هيحصل لها هاتش وتفضل رابتيتي فورم لارفا، مش هتتحول لادلت خالص. تمام، علشان كده احنا سمينا المان في الحاله دي ايه، اسمه باراتينيك هوست. تمام، يعني ايه باراتينيك هوست؟ يعني الهوست اللي بتقف عنده اللايف سايكل، مش هتكمل لايف سايكل جديده، لان الاورجانيزم هيفضل عند مرحله الرابتيتي فورم لارفا ومش هيتحول لادلت. امتى الرابتيتي فورم لارفا دي تتحول لادلت؟ لو هي في السمول انتستين بتاعه الدوج او الكات. تمام، من هنا نطلع الايتيمز. بالنسبه للديفينيتيف هوست، يعني ايه ديفينيتيف هوست؟ يعني الكائن الحي اللي الاورجانيزم عايشه جواه، او الادلت عايشه جواه بالتحديد، مش اي ستور كده من الاورجانيزم، لا الادلت عايشه جواه. الادلت كانت موجوده في المان، لا احنا قلنا الرابتيتي فورم لارفا هي اللي كانت في المان، حتى سمينا المان باراتينيك هوست. طب امال مين الديفينيتيف هوست؟ الدوجز والكاتس. تمام، الدوجز في حاله التوكسيكارا كاني، والكاتس في حاله التوكسيكارا كاتي. تمام، ده بالنسبه للديفينيتيف هوست. طيب مين الهابيتات، مين الاورجان اللي كانت عايشه فيه الادلت؟ كانت عايشه في السمول انتستين، بس ما ينفعش تقول سمول انتستين وتسكت، السمول انتستين بتاعه الدوج والكاتس مش بتاعه المان خلاص. طيب ايه هو
هو المود اوف انفكشن، طريقه العدوى كانت ازاي. انجيشن لكونتامينيتد مثلا فود او ووتر بالاكس اللي هي كانت امبريونيتد دي. تمام. طيب بالنسبه لايه تاني عندنا المود اوف انفكشن؟ قلنا ان هو الانجيشن. طب مين الانفكتيف ستيج؟ مين الطور المعدي اللي سبب الانفكشن؟ هي الامبريونيتد ايج. خلاص. طيب وما ننساش ان المان كان باراتينيك هوست. بالنسبه للباثولوجي اللي بتسببه التوكسيكارا، احنا اتفقنا ان لو الانسان عمل انجيشن للامبريونيتد ايج دي في حاجه كونتامينيتد، تبدا ان هي تدخل جوه السمول انتستين بتاعته وتهاتش الايج دي، تهاتش وتخرج ايه الرابديتي فورم لارفا، وتفضل رابديتي فورم لارفا مش هتتحول لادلت. تمام. طيب الرابديتي فورم لارفا دي هتعمل ايه؟ هتبدا ان هي تعمل مايجريشن جوه جسم الانسان، تبدا ان هي تتحرك بقى وتتفسح وتروح كده في كل حته في الجسم شويه. تمام. تروح على الليفر تعمل فيه هيباتوميجالي، يعني تعمل تضخم في الليفر والليفر يبقى كبير كده وتندر. تمام. طيب ممكن تروح كمان على اللونج تعمل فيها انفلاميشن اللي هي نيمونايتس. تمام. اللي هو التهابات في نسيج اللونج نفسه. تمام. ممكن كمان تروح على البرين وتعمل سي ان اس ديستربنس. تمام. تبدا ان هي يعني تتفسح في اللونج، ممكن تتفسح في جسم الانسان، وتروح كمان على الاي تعمل فيها ريتينوبلاستوما وانفلاميشن اللي هي اندوفثالمايتس. تمام. يعني هي تبدا تتفسح في جسم الانسان. عشان كده على فكره بيسموا الديسيز بتاع التوكسيكارا ده اسمه ايه؟ ثواني عفوا فصلنا بس عشان الاذان. بيسموا الديسيز بتاع التوكسيكارا لارفا او فيسرا لارفا مايجرين. مايجرين يعني ايه؟ يعني هجره. تمام. ولارفا يعني لارفا بتبدا ان هي تعمل ايه؟ هجره في جسم الانسان وتروح على الفيسرا. الفيسرا اللي هي اعضاء الجسم المختلفه. وكمان بيسموها اوكيولار لارفا مايجرين، يعني هي كمان بتروح على العين. خلاص. طيب هتعمل ايه ككلينيكال بيكتشر؟ هتعمل طبعا ايزينوفيليا لانها بارازيتيك انفكشن. تمام. وهتعمل هايبر جلوبينيميا اللي هي بالتحديد هتبقى الجاما، الجاما جلوبيولين. ليه الجاما جلوبيولين؟ لان الجاما جلوبيولين هي انتي بوديز. تمام. طبعا جهاز المناعي لما يهاجم التوكسيكارا هيبدا ان هو يطلع ضدها الانتي بودي، فبالتالي الجاما جلوبيولينز هتزيد. خلاص. بالتحديد لو هي في الفيسرا هتبقى قليله شويه او مش هتبان قوي لو هي في الاوكيولار. خلاص. طيب بالنسبه للتريتمنت عندنا ايه؟ السايوبندازول. تمام. والكورتيكوستيرويدز كانتي انفلاماتوري يعني. تمام. لان احنا قلنا هتروح على الاي تعمل فيها اندوفثالمايتس والكلام ده كله. تمام. بالنسبه بقى للدايجنوزس بنشخص ازاي بقى؟ بنشخص من الكلينيكال بيكتشر اللي احنا قلناها اللي هي الهيباتوميجالي والاندوفثالمايتس والكلام ده كله، كلينيكال بيكتشر اللي هي السيمتومز اللي احنا اتكلمنا عنها، وسيرولوجيكال تيست اللي هو بنديتكت الانتيجين بتاع التوكسيكارا او الانتي بودي اللي الجسم خرجه، وبرده كمان بنشخص من الايزينوفيليا اللي طبعا هتكون عاليه لانها بارازيتيك انفكشن، وكمان من الهايبر جاما جلوبيولينيميا. تمام. بالنسبه بقى للبريفنشن، طبعا هي العدوى جايه منين؟ جايه من القطط والكلاب، فاحنا نحاول ان احنا يعني نبعد عن القطط والكلاب بقدر المستطاع. تمام. او ان احنا نطعم القطط والكلاب دول بحاجه اسمها بيبرازين. بيبقى ليه طريقه معينه كده على حسب عمر الانيمال. لو هو يعني عمره صغير بيكون اقل، يعني بيبقى التطعيم ده كل شهر، ولو هو كبير شويه او اكبر من 6 شهور تقريبا بيكون كل شهرين. تمام. ده كده بالنسبه للتوكسيكارا كاني والتوكسيكارا كاتي. تعالوا بقى لما نشوف الدوده اللي بعد كده اللي هي اسمها ايه؟ اسمها سترونج لايت ستيركوريلس. تمام. لما الدوده دي جينا كده في الامتحان عايزين نفتكر عنها حاجه واحده بس، ان هي اسمها مش هي اسمها سترونج لايت، هي سترونج اندبندنت فيميل. تمام. كل حاجه هنتكلم عنها سواء كان مورفولوجي ولا باثولوجي بتسببه ولا لايف سايكل هتدل فعلا ان هي سترونج اندبندنت فيميل. تمام. طيب تعالوا ما نشوف هي ازاي سترونج اندبندنت فيميل. بالنسبه للادلت بتاعتها والله بيقول لك ان هي تقدر ان هي تعيش فاكالتيتيف، يعني ايه؟ تقدر ان هي تعيش لوحدها كده من غير ما تتطفل على الانسان ولا اي حاجه خالص. تمام. بيبقى في ميل وفي ميل عايشين كده في التربه لوحدهم من غير ما يتطفلوا على الانسان، معتمدين على نفسهم. مش هي سترونج اندبندنت فيميل يبقى معتمد على نفسها. تمام. ولكن الظروف ساعات بتحكم، يعني ايه؟ لو مثلا الظروف البيئيه مش كويسه، ما فيش اكل، الكلام ده كله، بتضطر ان هي تتطفل على الانسان. تمام. طيب حتى لما بتتطفل على الانسان بتدخل الفيميل بس لوحدها جوه جسم الانسان. تمام. مش هي سترونج اندبندنت فيميل بقى ومعتمده على نفسها؟ خلاص. هي لما الظروف كده بتجبرها ان هي تتطفل على الانسان تقول لك خلاص هسيب الميل بره وادخل انا لوحدي. خلاص. يبقى تاني قلنا بالنسبه للسترونج لويدز
لو هي عايشه فاكولتيتيف هتلاقي الميل والفيميل عايشين في التربه من غير ما يتطفلوا على الانسان، عايشين لوحدهم، بيحصل فيرتلايزيشن، بينزل الايجز والكلام ده كله عادي جدا، تمام. ولكن لما الظروف بتحكم الفيميل بس هي اللي بتدخل جوه جسم الانسان، تمام. ده كده بالنسبه للادلت. طب تعالوا بقى لما نشوف الايج. بالنسبه للايج بتاعتها هي بتكون اوفال، تمام، وعندها سن شيل عادي جدا زيها زي الانكليستوما ديودينال، هنتكلم عنها كمان شويه، تمام. ولكن المميز فيها بقى واللي بيدل ان هي فعلا سترونج، هنلاقي ان الكونتنت بتاع الايج بتاعتها مش بقى ايه ات الاوفي بوزيشن سيجمنت واحده وبعد كده يحصل لها سيجمنتيشن وتتقسم والكلام ده كله، لا لا لا، ده هنلاقي ان الايج بتاعتها بتحتوي على ماتيور رابديتي فورم لارفا. الايج بتاعتها جاهزه، تمام، بتنزل فيها ماتيور رابديتي فورم لارفا، خلاص. يبقى تاني الايج قلنا ان هي بتكون ايه اوفال وعندها سينشل والكونتنت بتاعها مميز جدا وبيدل فعلا ان هي سترونج، ان هي بتنزل ماتيور رابديتي فورم لارفا، تمام. ده كده عن ايه، عن الايج. بالنسبه بقى للارفه بتاعتها، بالنسبه للارفه بقى انا عندي ايه، انا عندي رابديتي فورم لارفا وفلاري فورم لارفا باعتبارها انتستاينال نيماتود او هي من عيله النيماتود. عندي نوعين اتنين من اللارفا، رابديتي فورم وفلاري فورم. إيه قبل بس ما نتكلم احنا بس هن ايه هنعكس، يعني هنا ده المفروض الرابديتي فورم، ثواني شيل الكلام ده، المفروض العكس هنا، يعني هنا رابديتي فورم وهنا فلاري فورم، ماشي، عشان بس هي معكوسه، تمام. طيب بالنسبه للرابديتي فورم لارفا هنلاقي ان هي عندها من اسمها عندها رابديتي فورم اوسوفيجاس، واحنا شرحنا قبل كده يعني ايه رابديتي فورم اوسوفيجاس، يعني الاوسوفيجاس بيبقى دي الماوس، تمام، وفي حاجه عامله زي البلب او الكوره كده تحت، تمام، ده معناها رابديتي فورم اوسوفيجاس ماسكولر، تمام. وبيمثل ايه، بيمثل تلت البادي، خلاص. طب التيل بتاع الرابديتي فورم لارفا ده بيكون ايه، بيكون بوينت التيل عادي، ماشي، ما فيهوش حاجه. لكن بالنسبه بقى للفلاري فورم لارفا لا، الوضع بيختلف شويه. فلاري فورم يعني ايه، يعني الاسوفيجاس والماوس عادي سيلندريكال كده، تمام، ما فيش بلب تحت ولا اي حاجه خالص، تمام. مش بس كده، ده الفلاري فورم ده بيمثل ايه، او الفلاري فورم اسوفيجاس ده بيمثل نص البادي، خلاص. ومش بس كده، الفلاري فورم فيها حاجه مميزه جدا، وعلى فكره هي دي اللي بتفرق الفلاري فورم بتاعه الانكليستوما ديودينيل اللي هنتكلم عنها كمان شويه والفلاري فورم بتاعه الاسترونجلويد. ايه هو الفرق ده؟ الفرق ان التيل بتاع الفلاري فورم لارفا في الاسترونجلويد بيكون ايه، بيف التيل، تمام، او التيل بتاعها بيكون مشقوق، لكن بتاع الانكليستوما ديودينيل بيكون بوينت التيل عادي جدا، تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللارفا، قلنا ان احنا عندنا نوعين اتنين، رابديتي فورم لارفا وفلاري فورم لارفا، لانها نيماتود. الرابديتي فورم بيبقى عندها رابديتي فورم اوسوفيجاس، وعرفنا يعني ايه رابديتي فورم اوسوفيجاس، وبيمثل تلت البادي، والتيل بتاع الرابديتي فورم بيكون بوينت التيل عادي، تمام. انما بالنسبه للفلاري فورم لارفا لا، هنلاقي ان التيل بتاعها بيكون بيف التيل او التيل مشقوق، تمام، وعندها هي فلاري فورم اوسوفيجاس، يعني الاوسوفيجاس ما فيهوش بلب ولا اي حاجه من تحت، وبيمثل بيكون سلندريكال وبيمثل نص البادي، تمام. طيب تعالوا بقى لما نحكي الحدوته بتاعه اللايف سايكل بتاعه الاسترونجلويدز، تمام. احنا قلنا ان هي فاكولتيتيف، يعني ممكن هي تعيش كده لوحدها في التربه من غير ما تتطفل على الانسان ولا اي حاجه خالص. كان عندي ادلت ميل وفيميل عايشين كده في التربه، حصل فيرتلايزيشن واداني ايه الايج اللي كانت بالمناسبه جواها الكونتنت بتاعها ايه، ماتيور رابديتي فورم لارفا، خلاص. طيب طول ما الظروف البيئيه كويسه وفي اكل والكلام ده كله، خلاص هي هتفضل عايشه بره، مش محتاجه ان هي تتطفل على الانسان ولا حاجه. ولكن ساعات الظروف بتحكم، تمام، وبتخليها تتطفل على الانسان. طيب مين اللي هيدخل، الميل ولا الفيميل؟ لا، هي سترونج اندبندنت فيميل، فبالتالي هي اللي هتدخل بس لوحدها جوه جسم الانسان، تمام. طيب يبقى انا كان عندي ادلت ميل وفيميل، حصل فيرتلايزيشن وادوني الايج اللي بتحتوي على ماتيور رابديتي فورم لارفا. الايج دي حصل لها هاتش وطلعت الرابديتي فورم لارفا دي. رابديتي فورم لارفا لقيت نفسها في ظروف بيئيه مش حلوه، فقالت ان انا لازم كده هتطفل على الانسان، مش هينفع ان انا اعيش او ان انا افضل بره في التربه كده واموت بقى من الظروف البيئيه الوحشه دي، تمام. لا، انا هتطفل على الانسان. طب هتعملي ايه يا رابديتي فورم لارفا؟ انا هتحول لفلاري فورم لارفا، تمام. الفلاري فورم لارفا دي بقى تبقى ايه، قاعده كده مستنيه الانسان يجي يتعامل معاه. فاكرين الفلاري فورم لارفا بتاعت الانكليستوما ديودينال اللي خدناها في الشرح وهنتكلم عنها دلوقتي برضو، تمام. الفلاري فورم لارفا دي هتفضل مستنيه على التربه كده، مستنيه انسان يكون ايه ماشي كده برجله حافي من غير حاجه في رجله، يعني بير فوت، تمام، وتقوم جايه عامله له ايه، سكين بينتريشن، تمام،
اول ما بتبدا ان هي تدخل جوه جسم الانسان بتمشي في السيركيوليشن وتروح على اللنج. فاكرين الفصحى برضو اللي كانت بتعملها الانكليستوما ديودينال؟ نفسها بالظبط، تروح على اللنج وبعد كده تنزل لمكانها الاساسي اللي هو ايه، اللي هو السمول انتستين. تمام. طب تفتكروا اللايف سايكل هتقف هنا؟ لا، ده احنا قلنا ان هي ايه، سترونج اندبندنت فيميل، فلازم لها حته زياده كده. ايه هي الحته الزياده في اللايف سايكل بتاعه السترونج لايف؟ هي الاوتو انفكشن. يقول ايه؟ بيقول ان ممكن يحصل اوتو انفكشن في حاله السترونج لايت. طب ده هيحصل ازاي؟ انا كان عندي فيميل عايشه في السمول انتستين عماله تنزل في الاجز. تمام. الاجز بتاعتها ديت اللي بالمناسبه بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على ماتيور رابديتي فورم لارفا. ركزوا على كلمه ماتيور. ماتيور يعني ايه؟ يعني الاجز دي جاهزه، فيها رابديتي فورم لارفا ماتيور جاهزه. تمام. نتيجه ان هي جاهزه كده ممكن ان هي تتحول على طول لفلاري فورم لارفا قبل ما تنزل في الفيسز اصلا، قبل ما الرابديتي فورم لارفا دي تنزل في الفيسز. تمام. وبالتالي اول ما الفلاري فورم لارفا خلاص هي الرابديتي فورم اتحولت لفلاري فورم، الفلاري فورم لما بتلاقي نفسها جوه جسم الانسان ما بتعرفش تعمل حاجه في حياتها او في دنيتها كلها غير ان هي تعمل بنتريشن. خلاص هي لقيت نفسها في السمول انتستين، خلاص تقول لك خلاص انا بحب اعمل بنتريشن، فتقوم جايه عامله بنتريشن وخارمه جدار السمول انتستين وماشيه في السيركيوليشن وريحة على اللنج وتعمل اوتو انفكشن مرة ولا مرة. تمام. ساعات بقى بيحصل التحول ده متأخر شوية. يعني ايه متأخر؟ يعني بدل ما الرابديتي فورم لارفا تتحول لفلاري فورم لارفا وهي في الانتستين، لا بيحصل التحول ده عند الانس. تمام. يعني قبل ما الفيسز تخرج على طول. تمام. بنسمي المرحلة دي او بنسمي الوضع ده external auto infection. تمام. ليه external auto infection؟ لان خلاص كانت الفيسز هتخرج بره جسم الانسان عشان كده سميناها external. ولكن لو التحول حصل في السمول انتستين زي ما احنا قلنا قبل كده، ممكن اللي في الحاله دي بنسميها ايه؟ بنسميها internal auto infection. تمام. لان لسه الانتستين دي جوه جسم الانسان. خلاص كده احنا تقريبا قلنا اللايف سايكل وحكيناها كده باختصار عشان بس الوقت ما يطولش مننا. عايزين بقى ناكد على الايتيمز بتاعه السترونجلويد اللي موجوده في اللايف سايكل بتاعتها. تمام. اولا الديفينيتيف هوست بتاعنا هو المان، هو ده اصلا العائل الوحيد اللي احنا قلناه. ولكن ممكن يبقى فيه ريزرفوار هوست. ريزرفوار هوست يعني ايه؟ يعني الحيوان اللي بيعتبر هو مستودع العدوى اللي ممكن يتاثر هو كمان بالسترونج لايت. مين الريزرفوار هوست؟ الدوجز والمونكيز، القرود والكلاب. تمام. لو سال في الامتحان على الريزرفوار هوست يبقى ايه الاجابه؟ هتكون الدوجز والمونكيز. تمام. لكن الديفينيتيف هوست بتاعنا مين؟ هو المان. تمام. ده كده بالنسبه للديفينيتيف هوست والريزرفوار هوست. بالنسبه للانفكتيف ستيج، مين الطور المعدي اللي عمل اختراق لجلد الانسان وسبب له الانفكشن؟ برافو عليكم، هو الفلاري فورم لارفا. طيب مين الدايجنوستيك ستيج اللي انا الطور اللي انا هشخص بيه؟ تمام. هيكون الرابديتي فورم لارفا اللي هتنزل في الفيسز. تمام. فاكرين الايج اللي كانت جواها ماتيور رابديتي فورم لارفا جاهزه دي؟ الايج ده هيحصل لها هاتش وتنزل في الفيسز الايه، الرابديتي فورم لارفا اللي هي دايجنوستيك ستيج. تمام. طيب عندنا المود اوف انفكشن، ازاي العدوى دي حصلت؟ حصلت لما الفلاري فورم لارفا اخترقت جسم الانسان. فاذا المود اوف انفكشن هو سكين بنتريشن. خلاص. ايه هو الهابيتات او ايه هو الاورجان اللي بتعيش جواه الادلت؟ هو السمول انتستين. تمام. كده احنا اكدنا على ايه؟ على الايتيمز. تعالوا بقى من اللايف سايكل اللي احنا حكيناها دي نتكلم عن الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر اللي هتظهر على البيشنت نتيجه تاثره بالسترونجلويد. اول حاجه بقى الدوده عملتها، عملت ايه؟ عملت سكين بنتريشن. فطبيعي ان انا الاقي في المكان اللي حصل فيه البنتريشن ده هلاقي انفلاميشن وإديمة، هلاقي لونه احمر كده ومورم شويه، وهيحصل فيه جهاز المناعي هيعمل فيه اميون ريسبونس. تمام. ده مش بس كده، ده كل ما يحصل او كل ما تزيد الاوتو انفكشن وعماله الفلاري فورم لارفا دي عماله ان هي تعمل، عايز تعمل بنتريشن وتعمل اوتو انفكشنز كتير، كل ما تزيد الاوتو انفكشن كل ما هيزيد قصادها الاميون ريسبونس علشان يحاول ان هو يوقف اللايف سايكل بتاعتها ويقول لها لا، الجهاز المناعي يقول لها لا اقفي بقى كفايه، انت عماله تعملي بنتريشن وعايزاه تعملي كل شويه اوتو انفكشن مره ثانيه، لا كفايه عليكي كده. تمام. بنسمي الموضوع ده بقى ايه؟ بنسميه لارفا كارنس. يعني ايه كارنس؟ يعني طيار، وكان الجهاز المناعي بيوقف طيار الاوتو انفكشن اللي اللارفا عماله تعمله. تمام. فبنسميه ايه؟ لارفا كارنس او لارفا مايجريشن. مايجريشن يعني ايه؟ هجره. خلاص. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الموضوع ده بتظهر ازاي؟ بتظهر في صوره لينير ارتيكاليال تراكت.
تمام، بتلاقي ان كده في زي خط كده بيبدأ من عند الانوس اللي هو المكان اللي بتبدأ فيه اللارفا تعمل بيرفوريشن علشان تعمل اوتو انفكشن جديدة. تمام، وعلى فكرة اللارفا بتكون سريعة، يعني التراكت ده بيكون حوالي 10 سنتي في الساعة. تمام، ده كده تأثيرها على السكيل. تمام، بعد كده بالنسبه بقى لما تروح على السمول انتستين هتبدا ان هي تعمل ايه، هتبدا ان هي تكسر في الميكوزا وتعمل فيها اتروفاي وكمان تعمل فلاتنج للفيلاي اللي موجوده في قلب السمول انتستين. لو الموضوع مدرت والعدوى مش عنيفه قوي هتبدا ان هي تعمل اعراض عاديه زي ايه، زي نوزيا وفوميتنج دايريا ابدومينال بين الكلام ده كله. تمام، ولكن لو الموضوع كان عنيف بقى وعماله تكسر جامد في الميكوزا والانفكشن عاليه وفي عدد كبير من الديدان جوه السمول انتستين هيبدا يظهر اعراض عنيفه شويه زي ايه، زي الميل ابزوربشن. ليه ميل ابزوربشن؟ لان حصل فلاتنج للفيلاي اللي موجوده في السمول انتستين. هي الفيلاي دي اصلا وظيفتها ايه؟ مش وظيفتها ابزوربشن، والدوده دي عماله تكسر في الميكوزا وتعمل فلاتنج للفيلاي دي، فطبيعي ان يظهر ميل ابزوربشن. مش بس كده، ده يحصل كمان حاجه اسمها ستيتوريا. يعني ايه ستيتوريا؟ يعني الليبيدز او الفاتس تنزل في الفيسز. تمام، نتيجه، طب ليه هي هتنزل؟ نتيجه برضو ان مفيش امتصاص كويس. خلاص، مش بس كده، ده في كمان ديزنتري، يعني الشخص ده هيبقى عنده الفيسز نازل فيها ار بي سيز ووايت بي سيز وميوكس والكلام ده كله. تمام، ده معناه كلمه ديزنتري. الاعراض دي بتحصل امتى؟ بتحصل لو الانفكشن سيفير وعدد كبير من الديدان موجود في السمول انتستين، مش مجرد مودريت انفكشن او مايلد وكده. تمام، طيب بيقول لك كمان ان في حالات الهايبر انفكشن سيندروم، يعني ايه؟ يعني الدوده دي على فكره اوبورتيونستيك، يعني هي انتهازيه، بتستغل مثلا ان مناعه شخص ما واقعه. تمام، او هو مثلا عنده مالجنسي او حاجه وتبدا ان هي تبهدله. تمام، تبدا بقى ان هي تعمل فيه بليدنج والسريشن وبرفوريشن والكلام ده كله. تمام، مش بس حتى لو مناعه الشخص واقعه، لا، ده لو حصل اوتو انفكشن اكتر من مره. تمام، من الفلاري فورم لارفا اللي احنا عمالين نتكلم ان هي عماله تعمل بنتريشن والكلام ده كله من عند الانس او من عند السمول انتستين، وحصل اوتو انفكشن دي اكتر من مره، بتبدا الاعراض تزيد وتبقى سيفير. تمام، يعني على فكره ممكن توصل لديس. فتخيل ان بارازيتيك انفكشن تعمل ديس. يعني اصلا بارازيتيك انفكشن المفروض ان هي حاجه تافهه جدا، بارازايتس ديت بتموت بالحراره والكلام ده كله، فتخيل ان هي عملت ديس، ودي اول مره نقول ان في ورم دوده تعمل توصل للموت. تمام، فهي فعلا سترونج اندبندنت فيميل، افتكروها كده على طول. تمام، طيب بالنسبه بقى ليه كده، احنا اتكلمنا عن الكلينيكال بيكتشر والباثولوجي. تمام، عندنا بقى بالنسبه للدايجنوزس بتاعها بنشخص ازاي بقى؟ عندنا كذا طريقه. اول حاجه اللي هي الانتيجين انتي بودي رياكشن اللي هو الايلايزا، يعني ده سيرولوجيكال. تمام، دي اول طريقه. تاني طريقه كلينيكال. كلينيكال يعني ايه؟ يعني من الاعراض بتاعه البيشنت. ازاي؟ اولا البيشنت اللي هو عنده ديزنتري، تمام، اللي هو بيبقى نازل في السول، عنده دايريا ونازل فيها ميوكس وار بي سيز وايت بي سيز والكلام ده كله، ده اللي هو ديزنتري، كانت اصلا من ضمن الاعراض. تمام، ايه كمان؟ الاتيبيكال نيمونيا. اتيبيكال نيمونيا، النيمونيا الطبيعيه المفروض ان هي او العاديه اللي بتبقى في الريسبيراتوري سيستم، يعني المفروض ان هي بتتحسن بجرعات الانتيبيوتيك. تمام، لكن المره دي النيمونيا اللي معانا لا، اتيبيكال. ليه؟ لان السبب اللي عاملها هي بارازيتيك انفكشن. تمام، فعشان كده سميناها اتيبيكال نيمونيا. يبقى الاتيبيكال نيمونيا والديزنتري، ومعانا حاجه كمان اللي هي الايزينوفيليا اللي هي بتشخص اصلا ان في بارازيتيك انفكشن في الجسم. خلاص، طيب في بقى طريقه ثالثه. احنا كده قلنا اول واحده اللي هو السيرولوجي اللي هو قلنا فيه الايلايزا، وبعد كده خدنا كلينيكال. الطريقه الثالثه بقى اللي هي باراسايتولوجيكال، اللي هي في المعمل بقى عادي. تمام، بنعمل ستول اكزامينيشن علشان نشوف ايه، علشان نشوف الرابديتي فورم لارفا، فاكرينها كانت هي الدايجنوستيك ستيج. تمام، ايه كمان ممكن ان انا اعمل كالتشر، في حاجه اسمها بيرمان كالتشر. البيرمان كالتشر ديت علشان اشوف الادلت. تمام، لكن في نوع تاني من الكالتشر اللي هو ايه، اللي هو الهارادا موري كالتشر. ده اخدناه قبل كده او لسه هنقوله كمان شويه بالتفصيل في الانكليستوما ديودينال، عشان بس الفيديو ما يطولش مننا. هنقوله في الانكليستوما. تمام، ديت كالتشر بنشوف منها او بنشوف فيها اللارفا. تمام، لكن الكالتشر بتاعه الادلت اسمها ايه؟ اسمها بيرمان. تمام، طيب عندنا هنا بعد كده لو انا بقى عايز اشوف الايج. تمام كده انا شفت الادلت واللارفا بالكالتشرز اللي هي البيرمان والهارادا موري. تمام، كالتشر، انا عايز دلوقتي بقى اشوف الايج. اعمل ايه؟ اعمل ديودينم اسبيريشن، اجيب سرنجه كده واسحب من الديودينم، هتديني عينه من كل حاجه موجوده في الديودينم، ايج بقى، عندك لارفا، ادلت، الكلام ده كله. تمام، طيب في طريقه تانية ليه ان انا اشوف الايج؟ ايوه، في حاجه اسمها سترنج تيست. تمام،
السترينج تيست ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن خيط تمام بربط فيه طرف منه بتاع ده اسمه ايه؟ جيليتينس كبسول تمام، بربط فيه جيليتينس كبسول من طرف والبيشنت بيبلعه تمام. بينزل بقى على السمول انتستان، على فكره بيبقى فيه اطوال مختلفه، يعني في الادلت طول الخيط ده بيبقى 140 سنتي، وفي لو هم صغيرين يعني البيشنت صغير في السن هيبقى 90 سنتي بس تمام، لان طبعا طول الاسوفجس والكلام ده كله بيختلف تمام. وبربط الطرف الثاني او بلزق الطرف الثاني بتاع الخيط على خد العيان وبسيبه 4 ساعات، وبعد كده باخده ثاني هيلاقي بقى ان هو جمع لي من كل حاجه، اداني عينه من كل حاجه موجودة في قلب السمول انتستين، الاجز والادلت وكل حاجة خلاص. طيب في طريقة ثالثة اللي هي اسمها ايه، ان احنا بنديله ملينات، ان انا بديله كمية كبيرة من الملينات علشان اشوف بقى الاجز برضو واللارفا وكل حاجة كانت موجودة في السمول انتستين تمام. ده كده بالنسبة للدياجنوزيس. يبقى احنا شخصنا اول حاجة عن طريق الكلينيكال اللي هي الشخص عنده 3 حاجات كده مشهورين اللي هم ايه، اللي هو يعني مصاب بسترونجلويد، هتلاقي فيه ديزنتري تمام اللي هو الميوكس دايرية ووتري دايرية، وكمان الايزينوفيليا اللي هي بتشخص اصلا برازيتك انفكشن، وكمان الاتيبيكال نيمونيا تمام. عندنا الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الاليزا اللي هو السيرولوجي، وعندنا البارازيتيك اللي هي او الباراسايتولوجيكال اللي هي العاديه، اللي هي بقى بنعمل كالتشر للاج سواء كانت بيرمان كالتشر او هرادا موري كالتشر، او بنعمل ستول اكزامينيشن ونشوف فيه الرابتي فورم لارفا وهكذا تمام. بالنسبه بقى للتريتمنت عندنا 2 دراجز يعني اللي هم سايبندازول والبندازول، ومهم جدا الكورس بتاعهم ان هم بيتاخدوا بطريقه معينه، ان هم بيتاخدوا مره دلوقتي وبعد اسبوعين يتاخدوا مره كمان، يعني 2 كورسز علشان نتجنب ايه الاوتو انفكشن اللي هتحصل تاني، لان اتفقنا ان الفلاري فورم لارفا نتيجه ان الرابديتي فورم لارفا عمالين نعيد اهو بتبقى نازله في الايج جاهزه، فبتبدا ان هي ممكن تتحول بسرعه جوه السمول انتستين فنسميها انتستاينال او انترنال اوتو انفكشن، او ممكن ان هي تتحول بره شويه عند الانس بنسميها اكسترنال اوتو انفكشن. عشان نتجنب موضوع الاوتو انفكشن ده بياخد 2 كورسز، بتاخد مره الدراج وبعد اسبوعين ياخدوا تاني تمام. ده كده بالنسبه لايه، بالنسبه للسترونجلويدز سميناها سترونج اندبندنت فيميل تمام. تعالوا بقى لما نشوف الدوده اللي بعد كده اللي هي ترايكو سترونجلويد. مبدئيا الادلت بتاعتها بتكون ثريد لايك يعني شبه الخيط، وعندها في التيل بتاعها برسة او زي كيس شفاف كده مليان سائل، وفيها كمان كوبيولاتوري اسباكيولز او اللي هي اعضاء التزاوج. ده بالنسبة للادلت. يبقى تاني الادلت قلنا ان هي بتكون ثريد لايك شبه الخيط، عندها برسة في التيل بتاعها وكوبيولاتوري اسباكيولز اللي هي اعضاء التزاوج. بالنسبة للايج بتكون ترانسبيرنت او شفافة وتيبرد من ناحية، يعني بتكون بارزة كده من ناحية. مش بس كده، ده الايج بتاعه الترايكو سترونجلويد دي بتكون شبه الايج بتاعه الهوك وورم، ولكن هي اكبر منها شويه. مش بس كده، دقات الاوفل بوزيشن يعني لما الفيميل بتنزل الايج دي بتكون في المرولا ستيج اللي هي بتحتوي على 32 ايج خلاص. الحاجات دي برضو عرفوها. يبقى قلنا الايج بتكون ترانسبيرنت شفافه وتيبرد من ناحيه واحده، وشبه الايج بتاعه الهوك وورم ولكن هي اكبر منها، وكمان ات الاوفل بوزيشن بتكون في المرولا ستيج او الايج دي بتحتوي على 32 سيل تمام. ده بالنسبه للايج. بالنسبه بقى لللارفا بتاعتها فهي برضو بتكون شبه اللارفا بتاعه الهوك وورم، ولكن بيقول لك ان هي بتحتوي على مينيوت نوب او زي عقده كده موجوده في التيل بتاعها خلاص. ده اللي بيميز اللارفا بتاعه الترايكو سترونجلويد. قبل ما نشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعتها تعالوا ما نحكي الحدوته بتاعتها الاول. احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا ادلت ميل وفيميل عايشين في السمول انتستين بتاعه الهربيفوروس انيمالز او الحيوانات اللي هي اكله العشب زي الابقار والاغنام والحاجات دي تمام. كان عندنا ادلت ميل وفيميل عايشين في السمول انتستين بتاعتها، حصل فيرتلايزيشن ونزلوا لي الايج. طبعا الايج دي هتكون ايه؟ هتكون اماتيور، هتفضل في السويل شويه حوالي اسبوعين او حاجه علشان تعمل هاتش. لو تفتكروا كانت شبه مين اللايف سايكل اللي احنا بنحكيها دي، شبه بتاعه التوكسيكارا، ولكن الفرق مهم جدا. الفرق ان الاماتيور ايج اللي نزلت في السويل دي ما عملتش هاتش في السويل، هي الانسان عمل لها انجيشن وبعد كده عملت هاتش جوه جسم الانسان وطلعت الرابتي فورم لارفا فاكرين تمام. ولكن المره دي هيحصل هاتش وهي لسه في السويل، يعني الاماتيور ايج دي هتبدا ان هي تقعد في السويل شويه لحد ما تتحول لماتيور ايج او امبريونيتد ايج. الايج دي هتعمل هاتش وهي لسه في السويل وتخرج الرابتي فورم لارفا. مش بس كده، ده الرابتي فورم لارفا هتتحول لفلاري فورم لارفا وهي لسه في السويل خلاص تمام. يبقى تاني الفرق ما بين التوكسيكارا والترايكو سترونجلويد،
في الايج ات الاوفي بوزيشن الاثنين بينزلوا في السويل ويفضلوا اسبوعين لحد ما يتحولوا للماتيور ايج. تمام جدا تمام. ولكن بالنسبه للتوكسيكارا الانسان بيعمل انجيشن للايج الماتيور تمام، وتعمل هاتش بقى جوه جسم الانسان وتتحول لرابديتي فورم لارفا، وتفضل رابديتي فورم لارفا طالما كانت فين في جسم الانسان. لكن لو هي في جسم الدوج او الكات هتتحول لادلت. الكلام ده اتكلمنا فيه في التوكسيكارا. ولكن في الترايكوسترونجلويد الوضع بيختلف، ده بيحصل هاتش للماتيور ايج وهي لسه في السويل، وتتحول او تخرج الرابديتي فورم لارفا اللي موجوده فيها، وكمان الرابديتي فورم لارفا بتتحول لفلاري فورم لارفا وهي لسه في السويل. تمام. طيب الفلاري فورم لارفا دي بتبدا ان هي تدخل جوه جسم الانسان عن طريق الانجيشن. بتبقى الفلاري فورم لارفا دي موجوده على حاجه خضار مثلا، والانسان يجي ياكله من غير ما يغسله او الكلام ده كله. تمام. يعني بتدخل جوه جسم الانسان عن طريق انجيشن. وعلى فكره دي اول مره نقول فلاري فورم لارفا تدخل جسم الانسان عن طريق حاجه غير السكن بنتريشن. احنا عارفين الفلاري فورم لارفا كده متعودين من الاسكاريز والانكليستوما والكلام اللي احنا هنقوله ان هي بتدخل عن طريق السكن بنتريشن. اول مره نقول المره دي ان هي بتدخل عن طريق الانجيشن فلاري فورم لارفا. خلاص اعرفوها برده، ودي حاجه مميزه للترايكو سترونجلويد. تمام. المهم دخلت جوه جسم الانسان هتبدا ان هي تروح على السمول انتستين وتعمل فيها مشاكل كتير. تمام كده اتكلمنا عن الحدوته، تعالوا نطلع الايتيمز. بالنسبه للمان احنا قلنا الادلت كانت عايشه فين؟ كانت عايشه في السمول انتستين بتاعه المان، لان الفلاري فورم لارفا دي بقى هتتحول لادلت جوه السمول انتستين بتاعه المان عادي جدا، مش زي التوكسيكارا اللي هتفضل الرابديتي فورم لارفا. رابديتي فورم لارفا في جسم الانسان مش هتتحول لادلت ولا حاجه. لا، في الترايكوسترونجلويد الفلاري فورم لارفا دي بتتحول لادلت عادي جدا. تمام. طيب لو تفتكروا انا اصلا بادئه اللايف سايكل بتاعتي بادلت ميل وفيميل موجودين في الهربيفوروس انيمالز، يبقى اذا الادلت كمان بتعيش في الهربيفوروس انيمال. ايوه، بس المره دي هنسمي الهربيفوروس انيمالز دول ريزرفوار هوست لانهم حيوانات. تمام. يبقى لانهم انيمالز هنبدا ان احنا نسمي الهربيفوروس انيمالز اللي هي الكاوز والحاجات دي ريزرفوار هوست. الادلت عايشه جواهم كل حاجه بس هم ريزرفوار هوست. تمام. لكن مين الديفينيتيف هوست؟ مين الكائن الحي اللي كان عايش جواه الادلت؟ هو الانسان. تمام. طيب وطالما انسان فهنسميه ديفينيتيف هوست. ماشي، ده كده بالنسبه للديفينيتيف هوست والريزرفوار هوست. طيب مين الهابيتات او مين الاورجان اللي كانت عايشه فيها الادلت؟ السمول انتستين. تمام. مين الانفكتيف ستيج؟ الفلاري فورم لارفا. مين المود اوف انفكشن؟ ازاي حصل العدوى؟ انجيشن. تمام. طيب بالنسبه ليه ايه كمان عندنا بقى كمان الدايجنوستيك ستيج اللي هي ايه؟ اللي هي الايج اللي هتنزل في الفيسز. تمام. ده كده بالنسبه للحدوته بتاعه اللايف سايكل. تعالوا بقى لما نشوف الباثولوجي. الدوده دي بقى لما تروح على السمول انتستين هتبدا ان هي تكسر في الميكوزا وتعمل فيها ألسر وايروجن. تمام. بناء عليه هيظهر اعراض على البيشنت زي ايه؟ زي الايبيجاستريك بين والنوزيا والفوميتنج، ويحصل طبعا ايزينوفيليا لانها بارازيتك انفكشن، وانيميا. انيميا هتحصل ليه؟ لو حصل بليدنج. كانت الانفكشن هيفي انفكشن. تمام. والموضوع الألسر ديت عمل بليدنج. تمام. طيب ده بالنسبه للباثولوجي كلينيكال بيكتشر، قلنا ان هي تروح على السمول انتستين تكسر في الميكوزا تعمل ايروجن تعمل ألسر، وبناء عليه هيبدا يظهر اعراض ابدومينال بين وفوميتنج ودايريا على البيشنت، ويحصل طبعا ايزينوفيليا لانها ايه؟ بارازيتيك انفكشن. تمام. بالنسبه بقى للدايجنوزس بتاعنا احنا بنعمل ستول اكزامينيشن عادي جدا عشان نشوف الايج. تمام. وبنشوف اللارفا عن طريق الهرادة موري كالتشر. خلاص ده كده بالنسبه للدايجنوزس. اخر حاجه بقى التريتمنت هو السايوبندازول والبارينتال بابوند. تمام. ده كده بالنسبه للترايكوسترونجلويدز. تعالوا بقى لما ناخد اخر دوده معانا خالص اللي هي الانكليستوما ديودينيل. تمام. الانكليستوما ديودينيل لما جينا خدناها في الشرح احنا شبهناها بالفامباير او شبهناها بمصاص الدماء، لان هي شبه مصاص دماء فعلا بالظبط. احنا لما بنيجي نفتكر مصاص دماء بنفتكر ايه اول حاجه؟ الاسنان، الانياب، صح ولا ايه؟ فهي الدوده دي برده عندها انياب زيه بالظبط. الانياب بتاعتها لما نيجي نبص في الماوس هنلاقي ان هي عندها بير من التيس موجود على كل جانب، ومش بس كده، ده في زوج كمان من الاسنان موجود دبس او موجود في عمق شويه من البكال كافيتي. خلاص يبقى تاني الماوس بتاعها بيكون عنده زوج من الاسنان على كل جانب، وفي زوج كمان اصغر شويه موجود جوه البكال كافيتي. خلاص مش بس كده، ده بالنسبه للميل هتلاقي ان التيل بيكون ترانسليوسنت وبيحتوي على حاجه اسمها كودال بيرسا. الكودال بيرسا ده اهميته ايه؟ حاجه إيه او بيبقى عضو كده اللي هو مسؤول عن الكوبيوليشن او عضو التزاوج. خلاص تمام. انما كطول بالنسبه للميل والفيميل بتاع الانكليستوما ديودينيل مش بيكونوا طوال قوي زي الاسكارز اللي هي بتوصل ل 30 سم والكلام ده كله. تمام. لكن المميز في الانكليستوما ديودينيل جدا هو الاسنان بتاعتها، وافتكروها بمصاص الدماء. تمام.
طيب ده بالنسبة للأدلت. طب بالنسبة للإيج، الإيج بتاعتها بتكون راوندد مدورة، وآت الأوفي بوزيشن أول ما الفيميل بتنزلها بتكون أنسيجمنتد أو بتكون كتلة واحدة بس، تمام. وبعد كده أول ما بتبدأ تنزل في الفيسز أو آت يعني فريش ستول بتبدأ أن يحصل لها سيجمنتيشن، بتبقى ما بين من 2 ل 8 سيجمنت كده خلاص. الشيل بتاعتها أو القشرة بتاعتها بتكون سين، بتكون رفيعة، تمام. يبقى الايج بتكون راوندد، بتبقى ات الاوفي بوزيشن ان سيجمنتد او بتكون سيجمنت واحده بس، تمام. بعد كده ات الفريش ستول بتبدا يحصل لها سيجمنتيشن وتتقسم من 2 ل 8 سيجمنت خلاص. بالنسبه للشيل فهي بتكون ايه، رفيعه، عندها سين شيل خلاص. بعد كده بالنسبه للارفا عندنا نوعين اتنين من اللارفا، عندنا رابديتي فورم لارفا وفلاري فورم لارفا. رابديتي فورم من اسمها عندها رابديتي فورم اوسوفيجاس، لو تفتكروا كان شكل الاوسوفيجاس بيكون عامل كده، ادي الماوس ويكون في حاجه عامله زي البلب كده، كوره كده من هنا وبعد كده الدوده تكمل عادي خلاص، ده معناه رابديتي فورم لارفا، تمام. والرابديتي فورم اوسوفيجاس ده بيمثل تلت البادي، هي بس هنا معكوسه، المفروض الرابديتي فورم هو اللي بيمثل تلت البادي والفلاري فورم بيمثل ربع البادي، عشان بس هنا معكوسه عشان ما تلخبطوش، تمام. يبقى احنا هنا عندنا ايه، عندنا الرابديتي فورم لارفا معناه ان هي عندها رابديتي فورم اوسوفيجاس، والاوسوفيجاس بيكون فيه بلب كده من تحت او حاجه زي الكوره وبيمثل تلت البادي، تمام. انما في الفلاري فورم لارفا لا، الاوسوفيجاس بيكون عادي ستريت من غير اي حاجه بلب ولا اي حاجه فيه وبيمثل ربع البادي خلاص. طيب والاثنين سواء كان رابديتي فورم او فلاري فورم عندهم بوينتد تيل خلاص. طيب ده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لللارفا فلاري فورم ورابديتي فورم لارفا. قبل بقى ما نتكلم عن الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر بتاع الانكليستوما ديودينال، عايزين برضو نحكي الحدوته بتاعتها عشان نشوف الامراض هتبقى متمركزه فين وموجوده في انهي اجزاء في الجسم بالظبط، وكمان الاعراض هتظهر ازاي. الحدوته بتاعتها بدات ان انا كان عندي ادلت ميل وفيميل موجودين في السمول انتستين، حصل بينهم فيرتلايزيشن وادوني الايج خلاص. بعد كده الايج دي نزلت في الفيسز وحصل لها هاتش وادتني رابديتي فورم لارفا، تمام. بعد كده الرابديتي فورم لارفا دي كبرت، تمام، وادتني ايه، الفلاري فورم لارفا، بقت موجوده على الارض كده مستنيه الانسان يجي ويتعامل معاها. طيب هيجي انسان يمشي على الارض ديت اللي موجوده عليها الفلاري فورم لارفا وهو بير فوت، يعني هو حافي مش لابس حاجه في رجليه، فتيجي الفلاري فورم لارفا دي تعمل سكين بينتريشن وتخرم جلد الانسان وتدخل جوه. بعد ما الفلاري فورم دي تدخل هتبدا ان هي تمشي في السيركيوليشن وتروح على اللنج وتعمل الفسحه بتاعه الاسكاري زيها بالظبط كده شويه، وبعد كده تقوم جايه راجعه تاني على السمول انتستين ويبقى عندي ادلت ميل وفيميل وتستمر ايه السايكل، تمام. دي كده الحدوته باختصار. تعالوا بقى لما نشوف الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر بنفس الكونسبت اللي احنا متعودين عليه. الباثولوجي هيبقى موجود في المكان اللي الدوده زارته. اول حاجه الدوده تعرضت لها هي ايه، هي ان هي عملت سكين بنتريشن للانسان، فطبيعي ان يظهر باثولوجي وكلينيكال بيكتشر على الجلد خلاص. طيب ايه اللي هيحصل، والله دي حصل سكين بنتريشن، يبقى هلاقي مكان دخول الدوده شويه اديمه وانفلاميشن نتيجه ان في جسم غريب دخل جسم الانسان والجهاز المناعي مش هيقف سايبه كده وقاعد يتفرج، تمام، لا هيكون ضد اميون ريسبونس. الاميون ريسبونس دي متمثله في ايه، متمثله في انفلاميشن وإديمة، تمام. فهلاقي في المكان ده شوية بابيولز، هلاقي المكان ده يعني اتشي يعني ايه الانسان بيهرش فيه وهكذا، تمام. ده كده أول حاجة اللي هي ناتجة نتيجة السكين بنتريشن اللي حصل، تمام، وسميناه جراوند اتش. جراوند ليه؟ لأن الفلاري فورم دي كانت موجودة على الأرض وعمل سكين بنتريشن وخرمت جسم الإنسان وخلته يهرش فيه، فسميناه ايه؟ سميناها جراوند اتش، تمام. بعد كده خلاص هي دخلت جوه جسم الانسان هتمشي في السيركيوليشن وتروح فين، تروح على اللنج، فبالتالي هتاثر فيها برضو، والله في جسم غريب موجود في اللنج، فبالتالي برضو جهاز المناعي هيقف له ويكون ضده اميون ريسبونس متمثل في حاجه اسمها ايه، فيرمينوس نيمونيا. فيرمينوس نيمونيا دي بتبقى عباره عن ايه، عباره عن شويه برونكايتس اللي هي التهابات في الشعب الهوائيه، ونيمونيا اللي هي التهابات في نسيج اللنج نفسه والكلام ده، تمام. يبقى تاثير الانكليستوما ديودينال على اللنج بتعمل ايه، فيرمينوس نيمونيا، تمام، اللي هو متمثل في برونكايتس ونيمونيا. طيب بالنسبه للانتستين خلاص بقى هي قضت الرحله بتاعتها وراحت من اللنج على السمول انتستين، وتبدا ان هي تغرز الانياب بتاعتها والاسنان بتاعتها في الميكوزا بتاعه السمول انتستين، وينتج عن الغرز بتاع الاسنان بتاعها ده ايه، ألسر وايروجن، تمام، تقرح، تمام. يبقى احنا قلنا هتبدا ان هي تروح على السمول انتستين بعد ما سابت اللنج، وهتبدا ان هي تغرز الاسنان بتاعتها والانياب بتاعتها اللي عامله زي مصاص الدماء دي في الميكوزا بتاعه السمول انتستين وينتج عنها ألسر وايروجن، تمام.
وبرضو الاعراض اللي هي جاسترونترايتس العاديه اللي هي بقى شويه نوزيا وفوميتنج والكلام ده كله. بس اهم حاجه بقى مميزه ليه الانكليستوما ديودينال انها بتعمل انيميا. طبعا نتيجه ان هي غرزه اسنانها في الميكوزا دي يا اولاد بتبدا ان هي يحصل بليدنج وفقد في الدم. نوع الانيميا اللي بتسببها هي مايكروستاتيك هايبوكروميك انيميا. يعني ايه؟ يعني الخلايا مايكروستاتيك يعني خلايا الدم الحمراء بتكون صغيره في الحجم. هايبوكروميك معناها ان هي نقص عندها نقص في الهيموجلوبين، الهيموجلوبين قليل تمام نتيجه فقد الحديد اللي عمال يحصل نتيجه البروجريسيف بليدنج الناتج عن اللي هي غرزه اسنانها في قلب الميكوزا. تمام، طول ما هي غرزه اسنانها في الميكوزا هتبدا الايديما دي تزيد، او قصدي مش الايديما بقى قصدي الانيميا، ان هي تزيد وتبقى بروجريسيف خلاص. يبقى اشهر حاجه الانكليستوما ديودينال بتعملها هي الانيميا تمام، نتيجه ان هي غرزه اسنانها في قلب الميكوزا وعمال يحصل بليدنج. نوع الانيميا اللي بتعملها هي ايه؟ هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وبروجريسيف خلاص. طيب مش بس كده، ده تأثيرها كمان ليها تأثير كبير جدا على الأطفال والجروث بتاعهم سواء كان سيكشوال أو منتال. بتبدأ إن هي تأثر عليه جامد، ولأنها بتفرز توكسينز، والتوكسينز دي بتبدأ إن هي تأثر على الجروث بتاع الطفل سواء كان منتال أو فيزيكال أو سيكشوال خلاص. بعد كده هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الدايجنوزس. بالنسبه بقى للدايجنوزس، فاحنا عندنا اكتر من حاجه بنعمل بيها دايجنوزس للانكليستوما ديودينال. اول حاجه هي الستول اكزامينيشن، بنلاقي فيها ايه؟ بنلاقي فيها الاجز تمام. طيب ايه كمان؟ في حاجه اسمها هرادا موري كالتشر. الطريقه ديت بتكون سنسيتيف جدا في ان انا احدد او ان انا اعمل ديفرنشيشن ما بين الفصائل المختلفه بتاعه الانكليستوما ديودينال. وديت احنا شرحنا الطريقه بتاعتها بالتفصيل في فيديو الشرح، هنقولها دلوقتي سريعا. ان انا بجيب فلتر بيبر وبحط عليه شويه من الفيسز وبعرض يمه واحده بس من الفلتر بيبر دي للميه. الفيسز اول ما بتتعرض للميه بيبدا يحصل لها هاتش تمام، وابدا ان انا بقى ايه افرق ما بين الانواع المختلفه بتاعه ايه بتاعه الانكليستوما ديودينال تمام. في حاجه كمان بقى اللي هي اسمها ايه؟ اسمها الايج كاونتنج. يعني ايه كاونتنج؟ يعني انا بعد الاجز اللي بتنزلها الفيميل. الطريقه دي بتفيد جدا في معرفه الدراج اللي انا اديته للبيشنت ده هل هو فعال ولا لا، ان انا بعد الاجز قبل وبعد الدراج واشوف هل الدراج فاد ولا لا تمام. طبعا لو عدد الاجز قل كده الدراج ده كان فعال خلاص، والعكس صحيح تمام. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للدايجنوزس. وطبعا الايزينوفيليا قلنا ان هي بتزيد في اي بارازيتك انفكشن تمام، خاصه في الايرلي ستيج يعني في المراحل الاولانيه تمام. انما بعد كده بتبقى كرونيك، لا مش بتبقى واضحه قوي حته الايزينوفيليا دي تمام. في حاجه كمان مهمه عايزه اكد عليها، هي ان الانتستينال افكت او التاثير اللي بيبقى في الانتستين والكلام ده كله مش بيظهر الا بعد 6 اسابيع من دخول اللارفا لجسم الانسان. اشمعنى؟ لان بيحتاج اللارفا بتحتاج وقت على ما توصل للسمول انتستين وتبدا تعمل فيها افكت. يعني هي بتعمل سكين بنتريشن في الاول وبعد كده تمشي في السيركيوليشن وتروح على اللانج والكلام ده كله، فكل ده بياخد منها وقت تمام. الانتستينال افكت او الباثولوجي اللي فيها بيبدا يظهر بعد دخول الفلاري فورم لارفا لجسم الانسان بحوالي 6 اسابيع على ما تكون وصلت اصلا للسمول انتستين خلاص. بالنسبه بقى للتريتمنت، هو الميبندازول زي ما احنا عارفين. هاكد برضو تاني على الايتمز بتاعه اللايف سايكل. عندنا المان هو الديفينيتيف هوست وهو العائل الوحيد في اللايف سايكل. بالنسبه للانفكتد ستيج فهي الفلاري فورم لارفا، هي ديت اللي عملت الانفكشن، هي اللي دخلت جوه جسم الانسان. بالنسبه للمود اوف انفكشن، طريقه العدوى حصلت ازاي؟ حصلت لما الفلاري فورم لارفا اخترقت جلد الانسان اللي هو كان ماشي بير فوت من غير حاجه في رجله ده تمام. فبالتالي المود اوف انفكشن هي سكين بنتريشن. بعد كده عندنا بالنسبه للدايجنوستيك ستيج هي الايج، وعندنا بالنسبه كمان للهابيتات بقى او الاورجان اللي بتعيش فيه الادلت هو مين؟ هو السمول انتستين خلاص. ده كده بالنسبه للانكليستوما ديودينيل. احنا كده خلصنا كل دوده اتكلمنا عنها بالتفصيل لوحدها تمام. فاكرين السلايد اللي قلنا هنسيبها للاخر عشان هي مجمعه ليهم كلهم؟ تعالوا ما تخافوش خالص من شكلها، هي بسيطه خالص على فكره. احنا قلنا كل الكلام اللي فيها وقلنا كمان بزياده عنه تمام، هي بس مجمعه مش اكتر. اول حاجه بقى هنتكلم عنها هي الايتيمز بتاعه اللايف سايكل
اول ايتم معانا هو الديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست في الست داتات اللي احنا اتكلمنا عنهم هو حاجه من ثلاثه، يا اما هيربيفيروس انيمالز، تمام، اللي هو ريزرفوار هوست يعني، والمان والدوجز والكاتس. طبعا الدوجز والكاتس ديت حاجه معروفه اللي هي التوكسيكارا، كاني وكاتي، خلاص تمام. يبقى احنا كده الدوجز والكاتس كديفينيتيف هوست خلصنا منهم. ايه هو الهيربيفيروس انيمالز؟ اللي هي كانت في الترايكوسترونجلويدز، تمام، كانت ريزرفوار هوست بالتحديد، تمام. بالنسبه للديفينيتيف هوست فهو كان في ثلاث دودات اللي هي الاسكاريس لامبريكويد والانكيلستوما ديودينال وكمان في الترايكوريس ترايكور. وطبعا في الترايكوسترنجلويد كان برضو الديفينيتيف هوست هو المان، تمام، ولكن الريزرفوار هوست هو اللي كان الهربيفيروس انيمالز. يبقى تاني بالنسبه للديفينيتيف هوست عندنا هو ايه؟ بالنسبه للدوجز والكاتس دي كانت ايه؟ في التوكسيكارا، كاني وكاتي. بالنسبة للمان فهو كان تقريبا في الخمسة الباقيين اللي هي الاسكاريس لامبريكويد والانكلستوما ديودينال وترايكوريس ترايكورا وترايكوسترونجلويدز. طب امال ايه الهربيفوروس انيمالز اللي محطوطة دي؟ الهربيفوروس انيمالز كانت كريزرفوار هوست في ايه؟ في الترايكوسترونجلويدز، تمام؟ طيب تاني حاجة او تاني ايتم هو ايه؟ هو الهابيتات. الهابيتات كانوا كل النيماتودز اللي احنا اتكلمنا عنهم كانت سمول انتستين، هي الهابيتات بتاعتهم، ما عدا حاجة واحدة بس اللي هي ترايكورس ترايكورا، فاكرين الكورة، تمام، هي كانت اللارج انتستين، خلاص. طيب يبقى احنا قلنا الهابيتات كله سمول انتستين، الخمسة كلهم سمول انتستين ما عدا ترايكورس ترايكورا، هي ديت اللارج انتستين. بالنسبة للإنفكتيف ستيج عندنا يا إما إن هي تكون في الست دودات، يا إما إن هي تكون إج، يا إما تكون فلاري فورم لارفا، تمام، ما عندناش حاجة تانية. الإج في إيه والفلاري فورم لارفا في إيه؟ الإج في الترايكورس ترايكورا وفي الإسكاريز وفي التوكسيكورا، كانت الإجز هي الإنفكتيف ستيج أو الطور المعدي. لكن في الأنكليستوما ديودينيل والسترونجلويدز والترايكوسترونجلويد، ثلاثة دول كانت الفلاري فورم لارفا هي الإنفكتيف ستيج، خلاص. ده كده بالنسبة للأيتم الإنفكتيف ستيج. بالنسبة للمود اوف انفكشن عندنا حاجة من اتنين، يا إما انجيشن يا إما سكين بنتريشن، ما عندناش حاجة تانية في النيماتود. المود اوف انفكشن بيكون سكين بنتريشن في الفلاري فورم عن طريق الفلاري فورم لارفا في دوتين اتنين، اللي هما مين؟ اللي هما الأنكيلستوما ديودينال والسترونجلويدز، تمام. طيب بيكون انجيشن للإج في ثلاث دودات اللي هما مين؟ اللي هما الأنكيلستوما أو الإسكاريز لامبريكويد والترايكورس ترايكورا والتوكسيكورا، الثلاثة دول بيكون المود اوف انفكشن انجيشن للإج، تمام؟ طيب إمتى المود اوف انفكشن يبقى انجيشن للفلاري فورم لارفا؟ ودي قلناها في حالة واحدة بس اللي هي الترايكو سترونجلويد، تمام؟ لما قلت لكم ما تنسوهاش، هي الوحيده اللي قلنا المود اوف انفكشن بتاعتها هي فلاري فورم لارفا، وما بتدخلش جسم الانسان عن طريق السكين بنتريشن، لا بتدخل عن طريق الانجيشن، تمام. دي حاجه مميزه للترايكوسترونجلويد برضو تكونوا عارفينها، تمام كده. ديت ايتمز اللايف سايكل خلصنا منها. بالنسبه للجيوغرافيكال ديستريبيوشن في النيماتودز كلهم، يا اما ان هو يكون تروبيكال او سب تروبيكال ارياز او كوزموبوليتان اللي هو موجود في كل انحاء العالم، تمام. امتى يكون او في حاله ايه يعني الجيوغرافيكال ديستريبيوشن يكون تروبيكال سب تروبيكال ارياز؟ في دوتين اتنين، في الانكيلستوما ديودينال والسترونجلويدز، وبقيه الديدان كلهم بيكون كوزموبوليتان او موجوده في كل انحاء العالم. ده بالنسبه للجيوغرافيكال ديستريبيوشن في النيماتود، افتكروا ان هو كان يا اما تروبيكال او سب تروبيكال او في كوزموبوليتان او وورلد وايد يعني في كل انحاء العالم. تروبيكال وسب تروبيكال في دوتين اتنين بس، السترونجلويد والانكيلستوما ديودينال، تمام. طيب بالنسبه للتريتمنت احنا قلنا عندنا ايه؟ عندنا الميبندازول ده في حاله الترايكورس ترايكورا والانكيلستوما ديودينال والاسكاريز، تمام، وبيكون بارينتال باموت في ثلاث دودات اللي هي برضو الاسكاريز والانكيلستوما ديودينال والترايكو سترونجلويد، تمام. بيكون سايوبندازول في ثلاث دودات اللي هما مين؟ اللي هما التوكسيكارا والسترونجلويدز والترايكو سترونجلويد. بالنسبة بقى للدياجنوزس عندنا أول حاجة الراديولوجي، بنشوف اللارفا في حالة الإسكاريز، وعلى فكرة ممكن نشوف الأدلت كمان. الإيزينوفيليا هنلاقيها في الإسكاريز والتوكسيكارا، أو على فكرة ممكن نلاقي الإيزينوفيليا فيهم كلهم عامة، تمام، لأنهم كلهم بارازيتيك إنفكشن. سيرولوجي في حالة ذكرناها في حالة السترونجلويدز والتوكسيكارا. بالنسبة بقى للستول إكزامينيشن عندنا في الأنكيلستوما ديودينال
والترايكوسترونجلويد، وعندنا كمان الإج والأدلت بنشوفهم في السول إكزامينيشن في حالة الإسكارس، فاكرين التعبان اللي بيتحرك وممكن إن هو مش ماسك في الميكوزا فبينزل في الفيسز، فاكرينه؟ تمام، يبقى إحنا عندنا الإج والأدلت ممكن إن إحنا نشوفهم في ترايكورس ترايكورا وفي الإسكارس. كمان الرابتيتي فورم لارفا بنشوفها في حالة السول إكزامينيشن مع دودة الاسترونجلويد. تمام؟ بالنسبة بقى للباثولوجي وهي آخر حاجة فضلنا، طبعا كلهم بيعملوا إيزينوفيليا وهيموريج وإنفلاميشن، ولكن الإنفلاميشن بتختلف شوية على حسب المكان اللي هتزوره الدودة. تمام؟ طيب بيحصل هيموريج وإنفلاميشن في السكين، تمام، في حالة إيه؟ في حالة الأنكليستوما ديودينال والسترونجلويدز. تمام؟ بيحصل لونج إنفلاميشن في ثلاث دودات، الإسكاريز والأنكليستوما ديودينال والسترونجلويد، تمام، في اللونج، عشان الاسكارز والانكليستوما ديودينال لو بتفتكروا كانوا بيعملوا فصحى، فاكرين؟ طيب والسترونجلويدز برضو. طيب بعد كده عندنا بالنسبه للانتستين في اغلبهم تقريبا، لان هو اصلا كلهم كانت هابيتات بتاعهم هو السمول انتستين، تمام، ما عدا ايه؟ افتكروا معايا كده الترايكورس ترايكورا كانت ايه؟ لارج انتستين. طيب فاذا هيعملوا انفلاميشن في الانتستين، مين اللي هيعمل كده؟ ترايكورس ترايكورا وسترونجلويد وانكليستوما ديودينال والاسكارز وكمان الترايكوسترونجلويد او الستة تقريبا هيعملوا. خلاص؟ طيب اذرس يعني ايه؟ اذرس يعني هتعمل انفلاميشن في اماكن تانية. اماكن تانية زي ايه؟ زي الاي اللي هي الاندوفسالمايتس، فاكرين مين اللي كانت بتروح للاي؟ كانت واحدة بس منهم اللي هي التوكسيكارا كاني وكاتي اللي هي بتاعت الكلاب والقطط. تمام؟ بس كده كده احنا خلصنا المراجعة بتاعتها بتاعت النيماتود كلها، اتمنى ان هي تكون مفيدة ليكم وتفيدكم بجد في الامتحان، وعذرا عن الإطالة، بس أنا حبيت بس إن أنا يعني أقول كل حاجة تقريبا عشان لو حد ما أسعفوش الوقت وحب إن هو يسمع المراجعة يعني تفيده بقدر الإمكان. ربنا يوفقكم يا رب، وأسمع عنكم كل خير.